مقارنة في الصوت عليها 92,000 هذه هي الدورة الأولى لإعداد مراقبي صيد أسماك التونة في ليبيا، وهي تعتبر أول دورة في عموم ليبيا، ومنظمة من قبل المعهد العالي لتقنيات علوم البحار زوارة. وإحنا استهدفنا مجموعة من الشباب من كافة ربوع ليبيا، وبإذن الله حيطلعوا مراقبين دوليين ويحافظوا على الطور والتروس. وهجرتها طبعا تعتمد على شيئين اساسيين، مواقع رقم شيء طبعا مضايق شبه يعني